برحب بيكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقرتنا. الفقرة التانية هنتكلم فيها عن طب الميدان. ايه هو طب الميدان وايه هي استخداماته ومتى انشئ في مصر وايه هي نسبة الشفاء والعلاج؟ ده هنعرفه من الضيف اللي مشرفنا في الاستوديو، الاستاذ ابو العباس وهبة، مدرس طب الميدان بجمعية السلامة والصحة الامريكية. اهلا بيك استاذ ابو العباس، اهلا بحضرتك، شرفتنا. الله يكرمك. يعني كتير مننا ما يعرفوش ايه هو طب الميدان، فريت حضرتك في البداية تعرف لنا ايه هو طب الميدان. بداية بشكر حضرتك على الاستضافة في البرنامج، وبشكر كل السادة المشاهدين، وبشكر كل القائمين على البرنامج من الإعداد ومن الإخراج، والأستاذة ياسمين والجميع على إن إحنا موجودين النهاردة وبنخاطب جمهور الشعب عن طب الميدان، قد إيه أهميته من خلال المسمى. طب الميدان أحد فروع الطب، بيعتني أو بيهتم بالحفاظ على حياة الآدميين يعيشوا من غير إعاقة في ميدان الإصابة. يعني مثلا لما نتكلم عن ميدان الإصابة زي ميدان التحرير، ميدان الإصابة زي جبهة القتال في الحرب، ميدان الإصابة ممكن تبقى في مدخل العمارة، في البيت، في الشارع، في أي مكان، أينما تكون الإصابة أو أينما يكون المصاب أو أينما يكون الشخص المصاب، هو ده الميدان. طب أحد فروع الطب بيهتم بإيه؟ بيهتم بأبحاث علمية، بيهتم بطرق أو وسائل تدريبية وتعليمية للقائمين على طب الميدان. يعني في ناس علماء عندهم أبحاث علمية، عندهم استكشافات عن كل ما هو جديد لكيف يمكن التعامل مع اللايف ثريتنج أو ما هو مهدد للحياة، يقابله ما هو أو طريقة مثلى للحفاظ على حياة الآدميين يعيشوا من غير إعاقة. فلسفة طب الميدان فور حدوث الإصابة أبدأ أتعامل معاه، مش هستنى لما اطلب اسعاف، او المفروض ان احنا هنطلب اسعاف او هنطلب خدمه طبيه متقدمه، ده الطبيعي. لكن الفرق او الديستنس او الفرق الوقت ما بين مسافه الوقت ما بين فور حدوث الاصابه الى ان تصل الخدمه الطبيه المتقدمه، هي دي الجزئيه من الوقت اللي بيغطيها طب الميدان. طب احنا طبعا مهم جدا كافراد مجتمع ان كلنا نبقى عندنا درايه، عندنا علم، عندنا كيف يمكن التعامل الامثل مع مثل هذه الحالات. يعني حد عنده كسر، ممكن انا كشخص طبيعي بتصرف مع المصاب بعفويه او بتصرف معاه بطبيعتي، او انا فعلا قلبي قال ان انا اعمل له حاجه كويسه، فعلا حريص ان انا اعمل له حاجه، لكن الحاجه اللي انا بعملها ممكن فيما بعد تتسبب في احداث تضر. وخاصه ده اللي عايز اقوله، ان هي خاصه نعم. مكان الكسر، يعني مكان الكسر هو اللي بيبقى لو انا شلته بطريقه خاطئه او حركته بطريقه خاطئه ممكن يسبب له مضاعفات بعد كده. نعم، خلينا نمسك جسم الانسان من يعني فروم اب تو داون، من فوق لحد تحت، الراس، الصدر، البطن، باقي اعضاء الجسم. يعني الخطوره بتكمن في كل ما هو يميت اولا، نحن نعالج ما يميت اولا نعالجه اولا. الفلسفه دي مهم جدا ان كل افراد المجتمع يعرفها، ما يسمى بالفيرست ريسبوند او المستجيب الاول. ايه اللي بيحصل في اصابات الدماغ او عظام الجمجمه، وايه الاصابه اللي ممكن ان انا اعملها لو حركت مصاب سقط من ارتفاع، من على نخله، من على عماره، من على بلكونه، سقط من العربيه، وقع من السياره. مهم جدا انا اعرف اتعامل معاه بشكل احترافي. مهم جدا يبقى عندي فلسفه ادامه مجرى الهواء مفتوح. مجرى الهواء موجود فين في جسم الانسان؟ في الوجه او في الراس. ننزل تحت شويه هنلاقي الصدر. اصابات الصدر خطيره جدا ومميته جدا. طب نمسك حاجه استاذ ابو العباس، يعني لو حد فعلا وقع من مبنى، من تاني دور او تالت دور، او بغض النظر وقع من المبنى او وقع من العربيه، ايه اللي احنا نقدر نساعده كناس؟ لان في الحالات دي الناس بيتجمعوا حوالين المصاب، واحيانا ده بيكون ليها اثار سلبيه، يعني مش ان هي بتساعد الشخص المصاب. فياريت حضرتك تقول لنا احنا في الحالات دي نعمل ايه؟ سؤال جميل جدا جدا جدا. اتصرف ازاي في حاله خطيره لو تركت المصاب في الوقت دوت ممكن حياته تنتهي، علشان مسألة عامل الوقت، وعلشان مسألة النفس التنفس، وعلشان مسألة الدورة الدم، أتصرف إزاي؟ طب الميدان اهتم جدا بالجزئية دي وقال إن أنا هتصرف معاه كمواطن بسيط من خلال خطة، في إطار خطة، والخطة دي سماها تريبل إيه أو ثلاثة إيه. الإيه الأولانية أو الرقم واحد فيها بقيم المكان. يعني مش المفروض إن أنا أدخل عشان بالعاطفة ادخل في مكان على في شارع في سريع في طريق سريع في عربيات سيارة عربيه منهم ضربت مصاب، هدخل بقلبي عشان اساعده، فالمفروض ان انا هبقى المصاب التاني. فمهم طبعا جدا انا ادخل في موقع يكون امن.
طب بعد ما دخلت في موقع يكون امن، بشوف المصاب بتاعي اخباره ايه، بدايه في اول لحظه على طول بطلب 1 2 3 الاسعاف. طلبت الاسعاف علشان تجي لي، مهم جدا القاعده في التعامل مع حاله زي كده ان انا اعالجها في مكانها او اسعفها في مكانها او احافظ على المصاب في مكانه. كذلك الامر القاعده في التعامل مع حاله زي كده ان انا ما احركش الراس والعنق والعمود الفقري، احاول اخليهم على دائما في استدامه واحد، احاول احافظ على ان ما يعني ما احركهمش الحركه ما احركهمش في حركه في وضع مستقيم او حاجه. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده استاذنك ناخد اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا بس الاول عايزه اكلم الدكتور طبعا. طبعا وعايزه بس اشكركم الاول على الحلقه الجميله قوي قوي دي بحقيقي، لان احنا كلنا محتاجينها. الله يخليك. كلنا عندنا سواء عندنا صغيرين او كبار بنحتاج الحاجات دي، وللاسف ما فيش حاجات بتتناول ده خالص. يعني ليكي اي استفسار؟ انا عندي اولادي صغيرين بس ساعات يعني ممكن بيلعبوا بلعبات وحاجات زي كده، فبخاف دايما في حاجات صغيره لو حصل حاله اختناق او ان هم بلعوا حاجه وانا في حاله اختناق ومش عارفه اعمل ايه. سؤال جميل طيب جدا. طيب هنجاوب على سؤالك، تابعينا خالص. شكرا. سؤال جميل جدا. هو فعلا الاطفال الصغيرين سؤال ذكي جدا بيحطوا اول حاجه في بقهم اي حاجه لقوها في ده حقيقي وبتحصل كتير، فممكن تؤدي لاختناق طبعا. وبتحصل كتير جدا اللي هو ما يسمى بالاختناق. اختناق معناته ان مجرى الهواء في غضون دقائق بيبدا يتقفل. اختناق معناته ان وجود جسم غريب المفروض ان هو نعمله ديسشارج او نخرجه. المفروض الطفل بتاعنا سنه كام؟ لو سنه من اقل من سنه المفروض ان انا في هلمت مانوفر او في اجراء معين، المفروض ان انا بخبط له على ظهره 5 مرات. طبعا ما معناش من كنز عشان نوضحها بشكل عملي. جسم غريب درهم او جنيه استاذ، جسم غريب اكل شوكولاته او قطعه لحم. نعم. التخبيط على الظهر بيبقى في مكان معين مش اي. نعم. ما هي دي اللي بتفرق، او في منطقه الظهر من مكان الصدر. من مكان الصدر بس من ورا من عند الظهر. كويس. وبتبقى في نص الظهر او منطقه. نعم. وبتبقى في منتصف الظهر براحه الايد، وانا قالب للطفل اللي قدام عشان الجرافيتي او الجاذبيه تنزل الجسم الغريب. ده لو اقل من سنه. سنه فيما فوق لحد 8 سنين بنسميه الطفل، او اقل من سنه حديث الولادة او صغير. سنه فيما فوق المفروض ان انا بساعده في البدايه، ببدا اقيم الاختناق ده هل هو جزئي ولا هل هو كلي. لو جزئي يبقى المفروض ان هو قادر، عنده قوه عضليه بيقدر ان هو يقف عشان يحاول يطرد الجسم الغريب. الشخص نفسه اللي هو الطفل نفسه. ده بنسميه العلامه الدوليه للاختناق. اي شخص في العالم ايا كانت جنسيته او ديانته او شكله او لونه او ثقافته بيبدا ان هو يقف، سواء هو واقف قاعد على مائده الطعام بياكل، ده رد فعل طبيعي. رد فعل بيقف طبيعي على طول. رد فعل منعكس طبيعي. اول ما حد بيبدا جسم غريب يقف في الحنجره بيبدا ان هو يقف ويقوم ويقف يمسك الحنجره بهذا الشكل ويحاول ان هو يطرد الجسم الغريب. انا دوري ايه؟ بقف جنبه اطمنه وهديه وابدا اصنف الحاله هل هو اختناق جزئي، يبقى يعني المفروض ان هو بيقرب براسه او الفم او منطقه التنفس لقدام، وبحاول براحه الايد اساعده على ان هو يطرد الجسم الغريب او افعل ضخ الهواء من الصدر عشان يعمل عمليه دفع للجسم الغريب مع الجاذبيه تحاول تجذب الجسم الغريب. طيب لو كل الكلام هو جزئي، يعني انا ده لو هو جزئي. انا بس عايز يعني اعرف ازاي افرق بين جزئي وكلي من خلال العلامات والاعراض. الجزئي بيبدا الشخص عنده قوه عضليه، بيبدا الشخص يقف وانس ان هو وقف، او مجرد ان هو وقف قادر ان هو يتحكم، معناته ان هو عنده قوه عضليه، معناته ان هو قادر. دي بتديني انطباع ان هو لسه جزئي، ومش معناته ان هو لسه جزئي ان انا اهمل او ابدا اتباطأ او ما شابه ذلك. بالعكس ممكن يتحول لاختناق كلي بعد كده. نعم. الشخص في اللحظه دي بيستشعر ان هو ما بين الحياه والموت، مش قادر ياخد نفسه في نفس التوقيت. هو من لحظات كان طبيعي، شخص طبيعي بيتنفس عادي. ففي الحاله دي بتبقى المساله النفسيه عنده مرعبه جدا، يعني من الخوف ممكن هو يتاثر او يتدهور اكثر. ممكن يتدهور اكثر. نعم. فالمفروض ان انا بقف جنبه بطمنه بهديه لمجرد ان هو واقف وبيحاول يعمل بوشنج او ضخ للجسم الغريب من الحنجره. في نفس ما انا واقف بعمل وضع استعداد، بكون واقف في وضع استعداد علشان خاطر لو تحول من جزئي الى كلي فهيبدا يفقد القوة العضلية اللي هي مدياله القدرة على انه يقف. طيب بالتالي الاختناق لو تحول من جزئي الى كلي
هبدا استعد الى ان انا اريحه على الارض، انه لو اتحول من جزء الى كلي هيبدا يفقد الوعي. اريحه على الارض يعني بشكل ازاي؟ هل ينام على ظهره وينام على بطنه ويبقى قاعد، ولا ايه الشكل هو واقف. الصحيح هو السيناريو ان هو واقف تمام، بيحاول يطرد الجسم الغريب وانا بحاول اساعده. المانوفر او الطريقه دي كلها ما نفعتش، ابقى واخد وضع استعداد كمنقذ ليه، كامه او ابوه او الوالد او الوالده او حد من الاهل او الفيرست ريسبوند المستجيب الاول اللي جنبه. بس في الاختناق الجزئي الاولاني يعني لازم برضو ان هو يجي لقدام ويخبط على ظهره. هو من نفسه بيحاول ياخد الوضعيه اللي انا بحاول اشبهها للمشاهدين كده كويس، بيحاول ان هو يقف ويحاول ياخد الوضعيه كده، عشان بيحاول هو متصور ان هو بالطريقه دي بيحاول يطلب هواء، بيحاول ياخد اكسجين. في نفس التوقيت دوت انا واقف جنبه بحاول ان انا اطمنه اريحه اهديه واحاول اساعده ان هو يكح، اطلب منه ان هو يكح. الكحه دي نفسها او الكح الكافينج دوت بالنسبه له عضلات البطن بتضغط على الحجاب الحاجز، بيضغط على الرئتين، بيحاول يضخ الجسم الغريب مع الجاذبيه بتساعد في كده. استاذنك طيب. معانا اتصال تاني ناخده ونكمل حوارنا. هدى ايوه السلام عليكم. استاذ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بسال الدكتور يعني لو في مثلا واحد زحلق طفل أيوة. او كبير او اتكسر او حاجه، الواحد يشيله ازاي او يتصرف معاه ازاي؟ حاضر. يعني او اعرف انه كسر ازاي، لان دي حالات كثيره بتحصل يعني. طبعا وانا متشكره جدا، شرفتينا وتابعينا، بشكرك استاذه هدى. سؤال جميل جدا، خلينا نكمل الاختناق. تحول من جزئي الى كلي. انا ليه قلت في الاختناق الجزئي ان المصاب لازم اكون واقف جنبه في وضعيه الاستعداد؟ لانه لو فقد الوعي او تاثر من جزئي الى كلي الاختناق، فبالتالي ممكن يسقط على الارض بشكل ايه مفاجئ. فانا باخد وضعيه الاستعداد بالنسبه لي، بقف ورا منه رجلي ما بين رجلي الاثنين، وباخد وضعيه الاستعداد وابدا انزله بهدوء على الارض. الفكره مش ان هو هينام على ظهره ولا على جنبه، قد ما هي الفكره ان هو ما سيبوش يسقط على الارض، تصطدم الراس بجسم صلب اللي هو الارض او بجسم حاد، فتعمل لي مشاكل مع الراس او العنق او العمود الفقري. ده دخلت كده في حاله مهدده للحياه. هنا يبقى مهم طب الميدان ازاي اتعامل بشكل امثل مع الحاله دي. وانس او مجرد ما نزلت المصاب بتاعي بهدوء على الارض، حافظت على الراس والعنق والعمود الفقري وحافظت على المصاب بتاعي نزل بهدوء، يبقى على طول ببدا اتصل بالخدمه الطبيه المتقدمه، وعلى طول ببدا اتدخل. وهنا هندخل في دوره تانية خالص تدريبيه اللي هي انعاش القلب والرئتين. بس يعني فقدنا احنا الوعي. يعني احنا عامل الوقت بيكون مهم جدا جدا، لانه يعني خاصه يمكن في الاختناق، ودي من اهميه طب الميدان. يعني في الاختناق بيكون عامل الوقت مهم جدا. انا على ما يوصل المسعفين، لو وصلنا لحاله الاختناق الكلي، هل اقدر اساعده بحركات معينه؟ نعم اكيد، هكمل لحضرتك. مجرد ما نزل وطلبت الاسعاف 1 2 3 ووصفت طبعًا. لهم القصه بشكل سريع، انا فين، اسم ايه، عدد المصابين اللي عندي واحد او اثنين او ما شابه ذلك، بيبدا اوصف لهم العنوان بشكل سريع عشان نقدر نتواصل وتجيلي الاسعاف الخدمه الطبيه المتقدمه. اي دوري بعد كده؟ المفروض ان انا بشوف المصاب بتاعي، اسال نفسي عده اسئله. هل الجسم الغريب اللي هي قطعه اللحم او الجنيه او الدرهم او الجسم الغريب ايا كان نوعه، هل هو مرئي شايفه؟ الإجابة نعم، جسم الغريب مرئي. طيب هل الجسم الغريب يسهل التقاطه؟ يسهل التقاطه، دي مهمة جدا، لأن لو يعني يصعب التقاطه لسه في لو في يصعب بداية التقاطه ما نعملش أي تدخل في جزئية الجسم الغريب إن احنا نخرجه. ليه؟ لأن احنا هنيجي نخرجه هيصعب التقاطه، فبدل ما أخرجه بإصبعي هبدأ إيه أدخله جوه أكتر، فهتبدأ الحنجرة تتعامل معاه على إنه جسم غريب، فهتبدأ تقفش عليه او تنقبض عليه. انا بس ان هو شايفه، يعني شايف ان هو في بدايه الحنجره؟ لو هو شايف، لو هو مرئي ويسهل التقاطه، التقطه مستني ايه؟ كويس؟ لو هو مرئي شايف الجسم الغريب ولكن يصعب التقاطه، يصعب التقاطه دي حاجه بيصنفها بقى الشخص من خلال خبرته في الحياه. كويس؟ يصعب التقاطه يبقى شكرا ما تتعاملش مع المصاب. هنتعامل مع المصاب هنا من خلال ايه؟ بعد ما اتصلنا؟ من خلال اقيم العلامات الحيويه فيه. ودي مهم جدا ان كل افراد المجتمع تتعلموا، عشان على بال ما الاسعاف تيجي في الفتره دي في امريكا لوحدها، على حسب جمعيه السلامه والصحه الامريكيه وعلى حسب منظمه الصحه العالميه بالاحصائيات بتاعتهم، اكثر من 2 مليون بني ادم في خلال سنه بيموتوا في الفتره دي فور حدوث الاصابه، تصل الخدمه الطبيه المتقدمه في امريكا بكل ما فيها من تقدم وتكنولوجيا، فما بالنا
من ان احنا مثلا ممكن يكون في دول عربيه الاسعاف بتتاخر شويه عشان ازدحام المرور او علشان الاسباب اللي احنا كلنا عارفينها ودارسينها كويس قوي. كويس، خلاص المصاب بتاعي حافظ على استدامه مجرى الهواء مفتوح باي طريق. مجرد ما ترتخي عضلات الجسم، المصاب بتاعي سقط في الارض، الجسم الغريب ممكن يمر منه ولو جزيئات بسيطه من الهواء. طب انا هتعامل معاه ازاي؟ مفيش درجه وعي، فاقد الوعي، مفيش نفس، المصاب بتاعي ما عندوش نفس، يبقى المفروض ان انا هتعامل مع المصاب بتاعي ازاي؟ احاول اعمل على رجوع العلامات الحيويه بتاعته. ارجع له النفس ازاي؟ ادي له انفاس، ودي محتاجه شرح مطول جدا وقت البناء، عشان كده بتمنى ان البرنامج ما يكونش اخر مره بالنسبه لنا، واتمنى ان يكون في مجال ان احنا نعرض هذا الكلام بشكل علمي وعملي، شفوي وتدريب عملي، ان احنا نوريه للناس بهذا الشكل، ان الناحيه الشفويه كثيرا ما تكونش يعني كافيه ان احنا نوصل المعلومه بشكل كافي. طب بالنسبه لو حد اتزحلق يعني، او حد وهو ماشي اتزحلق في ميه او في اي حاجه سواء صغير او كبير، ممكن نساعده ازاي؟ بداية قبل ما تدخل ان انا انقذ حد اتزحلق في مكان، في الشارع، في البيت، في اي مكان، مهم جدا قبل ما ادخل علشان انقذ المصاب دوت او الشخص دوت ان المكان نفسه يكون امن. ان نفس الماده اللي زحلقته لو انا تدخلت عليه بالعاطفه وبسرعه وبانفعال ممكن انا نفسي اتزحلق. يبقى انا بقول لاي حد مقدم خدمه اسعافيه سريعه، اي حد من افراد المجتمع، لو سمحت بغض النظر حافظ على نفسك الاول طبعا. لو فشلت انك تحافظ على نفسك هتفشل انك تحافظ على المصاب اللي انت رايح تنقذه. طبعا فمهم جدا ان انا اتجنب جزئيه ان انا نفسي اتعرض لنفس الاصابه اللي اتعرض ليها الشخص ده. طيب مجرد ما ادخل على المصاب بتاعي ابدا اقيمه من الراس للرجلين، من الراس للرجلين. الكسر ما هوش مهدد للحياه في التو الحال، يعني مش هيموت في نفس اللحظه. لكن اللي هيموت ان انا ان المصاب بتاعي ما بتنفسش، ما عندوش نبض، ما عندوش علامات حيويه. عنده الحاجات دي تمام، ده اللي احنا عايزينه وبنتمناه. هنوصل لجزئيه بقى الكسر. القاعده في التعامل مع الكسر تثبيت الكسر بالشكل المتواجد عليه. يعني انا لقيت المصاب بتاعي رجليه اتكسرت وكف الرجل بدل ما هو لقدام اتقلب لورا، اثبته بالشكل اللي انا وجدته عليه. طب القاعده في تثبيت اي عظمه في الجسم ان انا اثبت بكبيره جبيره. وحد هيقول ان الجبيره مش موجوده، ده جبيره توماس موجوده في المستشفى وجبيره كذا مش موجوده غير في المستشفى، طب انا اتصرف ازاي؟ انا ام او انا اب اتصرف ازاي؟ القاعده في اللي علمونا طب الميدان، لو الماده او الاداه مش موجوده، التولز مش الادوات دي مش موجوده، الادوات الطبيه اللي مش متواجده غير في المستشفيات مش موجوده معايا، يبقى ارتجل، يبقى ابدا ابحث عن البديل. طب خلينا القاعده في الجبيره نتكلم عن بديل. ناخد الاتصال بس. استاذ صالح معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه انا عايز اسال الدكتور على حوادث السقوط من ارتفاعات. حاضر، دي كنا فعلا هنتكلم عليها. ليك اي استفسار او اسئله تانية؟ لا يا فندم، متشكر، بشكرك على اتصالك، شكرا. خلينا بس القاعده في التعامل مع الكسر تثبيت الكسر بالشكل المتواجد عليه دون اي حركه ليه. مجرد ان انا احطه في جبيره، مفيش جبيره زي اللي متواجده في المستشفيات، ابدا ارتجل باي قطعه خشب البدائل. لو المصاب بتاعي اتكسر مثلا في مكان ما، اي قطعه خشب مش موجود، اي كتاب، بس المهم اثبتها على الشكل يعني اللي هو متواجد عليه. الطفل اللي سقط في الارض او اتزحلق دراعه اللي اتكسر بالكتاب بتاعه اللي في شنطته، ممكن اثبته بهذا الشكل وعلقه في القميص بتاعه. يبقى انا كده ثبته. طب القاعده في تثبيت الكسر او استخدام الجبيره نفسها، ان المفصل اللي قبل العظمه المكسوره ما يتحركش والمفصل اللي بعد العظمه المكسوره ما يتحركش. خطوره الكسر في الحركه، ان العظمه المكسوره بتبقى عامله زي السكينه المشرشطه بتاعه السلطه. كتر الحركه بالنسبه لها بيقطع اللحم اللي حواليها. اللحم اللي حواليها عباره عن اعصاب واوتار واوعيه دمويه وحاجات في منتهى الخطوره ان هي تتقطع. فعشان كده بنقول القاعده في التعامل ان انا ثبتها بالشكل اللي وجدتها عليه، علشان اضمن ان العظمه بالفعل اتثبتت لازم الجبيره بتاعتي يعني تشتمل على المفصل اللي قبل العظمه واللي بعد العظمه. كل عظمه قبليها مفصل وبعديها مفصل، لازم العظمه على طول الجبيره بتاعتي تاخد المفصل اللي قبل وبعد العظمه. يعني كده توصل للمفصل اللي فوقيها اللي قبلها واللي تحتيها واللي فوقيها، اللي قبلها واللي بعديها. يعني مفصل عظمه زي كده المفروض العظمه المفصل اللي قبليها والمفصل الكوع اللي بعديها، تمام؟ لازم الجبيره تحتوي على المفصلين بالعظمه، كده اضمن ان العظمه ما بتتحركش، كده اضمن ان ما يبقاش فيه مضاعفات.
السقوط من ارتفاع مسألة خطيرة جدا، مسألة مرعبة جدا، بتحصل كتير. من ضمن الحالات اللي شفناها في حياتنا طفل سقط من الدور الثالث ما حصلوش حاجة، طفل سقط من سور الفيلا حصل له نزيف في المخ. من هنا من الاثنين سيناريو اللي انا بقولهم بنتعلم مع بعض حاجة اسمها ميكانيزم اوف انجري، طريقة حدوث الحادث نفسه. الطفل اللي سقط من الدور الثالث مش هنقول كان حظه كويس او قدره كويس، بس سيناريو الحادث بتاعه كان كده او السقوط بتاعه كان كده، سقط من البلكونه في الدور الثالث على شجره ومن الشجره على كوم قش. ده طبعا يعني بيساعده كتير جدا ان هو ما يتعرضش لاي اصابات. فهنا احنا بنتعلم او بنعلم مع بعض مقدم الخدمه الاسعافيه السريعه في طب الميدان انك تسال لو سمحت المكان لازم يكون امن قبل ما تدخل تنقذ اي حد، لازم لو سمحت حافظ على نفسك الاول. بعد كده اسال الموقف ده حصل ازاي؟ هل بعد ما سقط من ارتفاع ضربته عربيه؟ لان العماره دي او المبنى دوت قدام طريق سريع فضربته عربيه، فهنا الاسعاف هيختلف. فمهم جدا نعرف الاصابه كانت ازاي علشان اركز على الحاجه اللي ممكن، يعني لو سقط من ارتفاع على راسه يبقى هركز على راسه. لو سقط من ارتفاع على اله حاده عملت له اصابه في الصدر يبقى هركز على الصدر. طب ازاي نركز على الراس؟ يعني ايه الاسعافات اللي احنا نقدر كمواطن موجود في الحدث نفسه ان انا اقدر اساعده بيها؟ دخلت الميدان لقيت موقع الاصابه امن، على طول اول حاجه بعملها ان انا بطلب الخدمه الطبيه المتقدمه على بال ما توصل. احافظ على استدامه مجرى الهواء مفتوح باستدامه الراس والعنق والعمود الفقري في استقامه واحده. ليه؟ لان العمود الفقري فقرات العنق من اعلى فيها حتى لو أو في العمود إصابة الفقري فيه يعني الحبل الشوكي، حتى لو في اصابه يعني مثلا وقع على جنبه وبعد كده اتقلق، يعني حتى لو في اصابه في العمود الفقري وانا ما اعرفش يعني، بس نفترض ان هو في اصابه في العمود الفقري بما ان هو ممكن لو وقع من ارتفاع عالي او اصابه في الراس، برضو اقدر احركها ولا المفروض؟ تمام، انا هسال نفسي سؤال جميل جدا بشكر حضرتك عليه. هسال نفسي لما انا احركه هفيده بايه؟ ما هي ده طب ده سؤال من الناحيه الثانيه، من السؤال من الناحيه الثانيه لو انا هحركه هضره بايه؟ ما هو مقدم الاسعاف ممكن يكون هو او اللي بيسعف المصاب من افراد المجتمع او حتى من المهنيين في مجال الطب، ممكن هو نفسه يبقى سبب احداث اعاقه فيما بعد. يعني هناخد سيناريو بسيط جدا، اثنين اصدقاء على طريق اسكندريه القاهره بيتسابقوا بسياره، الاثنين ضربوا في بعض، العربيتين ضربوا في بعض، واحد راح ناحيه الصحراء والثاني راح ناحيه الجزيره. اللي راح في الجزيره جت الاسعاف حطوا له السباينال بورد او النقاله الخشبيه، حطوا له مثبت للرقبه ودعموا مساله التنفس بالنسبه له. الثاني شالوا حد من المصابين البسطاء غفير عماره او بنايه في المكان كيلو عند الكيلو 101، شالوا بطريقه عشوائيه بطريقه العاطفه. انا عايز اقول لحضرتك ان هذا المصاب قعد تقريبا 12 شهر في عنايه مركزه عشان اتشال غلط. اكيد طبعا، لمجرد وده كله احنا من خلال كلامنا بنسلط الاضواء على مدى اهميه طب الميدان ومدى اهميه ان كل افراد المجتمع يبقوا عندهم المعلومه العلميه اللي تنور لهم طريقهم، اللي وفي نفس الوقت يبقى عندهم مهاره معينه يسخروا هذه المعلومه في خدمه هذا المصاب. طبعا هذا الشخص اللي اتنقل من خلال مواطن بسيط عادي جدا دخل فيما يسمى بالكوادر بليجيك، شلل رباعي. شلل رباعي فقط في كل حواسه الخمسه، دخل في مضاعفات لا يمكن للطب ان هو يرجعها تاني. طيب احنا يعني زي ما حضرتك قلت ان هو لازم ان احنا نفكر انا هقدر اساعده ازاي، والا وعملته ممكن يقدر يضره. فانا في حاله لو حد وقع من ارتفاع و حصل له اصابه في الظهر والراس، القاعده في التعامل مع هذا المصاب لكل حاجات بسيطه بدين لكل حاله انا ما ضروش. في طب الميدان لكل حاله لها قاعده، زي ما بنقول القاعده في التعامل مع الكسور تثبيت الكسر بالشكل المتواجد عليه دون اي تغيير، حتى لو كف الرجل طبيعي ان هو يبقى لقدام، لو اتقلب لورا مش هثبته زي ما هو، اللي هرجعه الطبيب المتخصص داخل غرفه العمليات. ده محتاج تدخل جراحي. طيب مصاب تاني سقط من ارتفاع، ايه المفروض عليا اعمله كشخص عادي كمستجيب اول شخص كنت موجود في المكان؟ اول حاجه امن نفسي، تاني شيء ابدا اطلب الخدمه الطبيه المتقدمه. عملنا كل رقم ثلاثة القاعده بتقول رقم ثلاثة القاعده بتقول ان المصاب يعالج في المكان اللي متواجد بالشكل اللي وجدته عليه،
احافظ على استدامه الراس والعنق والعمود الفقري في استقامه واحده. طيب في دورات بقى متقدمه او في تدريب متقدم بقى مش هينفع ان احنا نوضحه بشكل عملي في البرنامج، عشان كده بنتمنى ان ده ما يكونش اخر لقاء. ازاي افتح مجرى الهواء لمصاب؟ يعني هو لو نفسه راح، مصاب في الحاله دي ممكن يفقد نفسه، ممكن يفقد ضربات القلب اللي هو النبض. ازاي اعمل له ضغطات صدريه عشان ارجع له النبض؟ ازاي اتدخل بشكل احترافي احافظ على حياته يعيش من غير اعاقه؟ ازاي افتح له مجرى الهواء بطريقه اماله الراس مع رفع الذقن؟ كده فتحت مجرى الهواء. ان القاعده في هذه الحاله فقد الوعي، كل عضلات جسمه ارتخت، ومن ثم اللسان هنا قاعده اللسان الابيجلوتس بنسمع كده مصطلح عامي بيقول ايه؟ ان فلان حصل له ازمه ففقد الوعي فبلع لسانه. هو ما فيش حد بيبلع لسانه، هو قاعده اللسان مع ارتخاء جسم اعضاء الجسم او عضلات الجسم بترتخي للخلف فبتتسبب في اغلاق مجرى الهواء بشكل كلي. اغلاق مجرى الهواء من دقيقه لعشر دقائق ماكسيمم بتبدا تحدث الوفاه او تاثر على المصاب في الوفاه. هنا انا محتاج نعمل ايه؟ هنا انا محتاج ان انا اعمل اماله للراس مع رفع الذقن علشان خاطر مسار افتح الهواء، مجرى الهواء. هنا برضه هنسال نفسنا سؤال، هل اماله الراس مع رفع الذقن هي التلشن ليفت تفتح مجرى الهواء؟ وهنا برضه بنعرف مدى اهميه طب المياه. تفتح مجرى الهواء في مصاب سقط من ارتفاع عنده اشتباه حدوث اصابه في الراس والعنق والعمود الفقري؟ الاجابه لا. فتح مجرى الهواء محتاج دفع الفكين لاعلى لورا، يعني بثبت راس المصاب مع العنق مع العمود الفقري كلهم في استقامه واحده وبدفع الفكين لاعلى. ودي ليها طبعا تدريب معين مختلف او محتاج توضيح كامل جدا، عشان كده كنت بتمنى يبقى معانا فيديو نعرضه. لكن من ارتفاع عالي بثبت الراس والعنق والعمود الفقري في استقامه واحده وببدا بصبعين التو فينجرز من التو سايد من الناحيتين ببدا ادفع الفكين لاعلى كده بحافظ على استدامه مجرى الهواء مفتوح. حد تاني بيساعدني، افراد مجتمع تانيين بيساعدوني بان احنا بنعمل ما يسمى بالتدليك للصدر، ضغطات صدريه. الضغطات الصدريه دي فايدتها ايه ودفع الفكين لاعلى فايدتهم ايه؟ الضغطات الصدريه بتحاول ترجع القلب تاني في حاله ان هو حصل له كاردياك اريست او توقف في القلب. دفع الفكين لاعلى بترجع النفس تاني لو نفس وقف. هي دي الحالات اللي ممكن اتوقعها في حاله سقوط الشخص من ارتفاع، من ارتفاع في وايه الاسعاف البسيط بابسط امكانيات بايديا، بابسط امكانيات بايديا بدفع الفكين لاعلى، بابسط امكانيات بايديا بعمله ضغطات صدريه. ضغطات صدريه استاذ ابو العباس انا اسفه لقطع كلام حضرتك لكن للاسف وقتنا خلص، لكن ان شاء الله لينا لقاءات اخرى هنتكلم عن طب الميدان وعن الاسعافات اللي ممكن احنا كاشخاص او مواطنين عاديين نقدر نساعد في اي حد تعرض لاي حادث. بشكرك، بشكر حضرتك جدا، وكنت اتمنى ان وقتنا يكون اكثر من كده، وان شاء الله باذن الله ما يكونش اخر لقاء، يكون لنا نصيب ثاني باذن الله. مشاهدينا اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، استنونا كل يوم من الساعه 2 ل 3 موضوع جديد وحلقه جديده ولايف كلينك.